أزمة أخرى عنوانها طلاب مدرسة ابتدائية في منطقة الحرية ببغداد. نشاهد الفيديو الآن وسيكون مصحوبا بتعليق منا. الطلاب كما تشاهدون هم طلاب المدرسة الموجودة بمنطقة الحرية ويعانون من طريق يمرون منه وسط مخاوف من تعرضهم لخطر السقوط بفتحات الصرف الصحي الكثيرة التي لم تلقى صيانة في المكان. هذا ناهيك عن أن الطريق غير معبد أبدا وغير آمن أيضا، ما يعزز مشاعر القلق لدى الطلبة وأهلهم في الوقت نفسه. مشكلة أخرى في هذه المنطقة وفي الصور التي تشاهدون الآتية من منطقة الحرية في بغداد، المشكلة تتمثل مشاهدينا بأسلاك الكهرباء التي لم تلقى الصيانة اللازمة، وهي الأخرى تسقط من حين إلى آخر، فمن الذي يضمن ألا تسقط الأسلاك الكهربائية القاتلة؟